تمكنت عناصر الشرطة ببسكرة من استرجاع عدد من مركبات مسروقة من عدة ولايات مع توقيف مقترفي هذا العمل بحسب التصريح المصور الذي استلمناه. في عملية نوعية تمكنت قواتنا بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من معالجة قضايا سرقة السيارات واسترجاع 13 سيارة محل سرقة من عدة ولايات من الوطن. هذه العملية جاءت بناء على شكوى مفادها تعرض شخص لسرقة سيارته الخاصة. على الفور باشرت قوات الشرطة بالفرقة الجنائية التحري في القضية من خلال فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع النيابة المحلية. التحريات والأبحاث الميدانية كللت في عملية منفصلة من استرجاع المركبة محل السرقة مع تحديد 12 مركبة سياحية أخرى لا تخضع للمواصفات القانونية بوجود تغيير على الرقم التسلسلي في الطراز محل سرقة من مختلف ولايات الوطن وموضوع على السير بعد التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية ملف القاعدي البطاقة الرمادية. هذه قضية تورط فيها 14 شخص لينجز ضدهم ملف جزائي عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة ضد الأشخاص والممتلكات. جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظرف الليل، التعدد، استحضار مركبة ذات محرك، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الغش والتزوير، النصب والاحتيال، سوء استغلال الوظيفة، وضع مركبة للسير ذات محرك لا تتطابق مع المركبة. والجدير بالإشارة أن المصالح الأمنية تعرف نشاطا متميزا منذ مدة للقضاء على بؤر الفساد والإجرام بمختلف أنواعه.